أخبار اليوم. يعني احنا في مناسبة سعيدة في الأستاذ الكبير مبادئ، وكنت أقول أنه لو أنه ربع هذا الاحتفال كنا لم يتطالب حدث له في حياته لربما تغير أمور كثيرة جدا. في تقليد عندنا في ثقافتنا ان احنا ما نتذكرش الاعزاء علينا وما نتذكرش قيمه الناس الا حينما يرحلون عنا، وانا اتمنى ان نغير هذه العقليه وان احنا نحتفل بالاحياء، وانه ما نصبحش ثقافتنا اقرب الى ثقافه السرادوات ان احنا نودع الناس او نتذكر الغريبين. ينبغي نحن شعب محب للحياه وعاشق، وبالتالي بات من الضروري ان احنا نكرم الاحياء اولا وثانيا، لانه من حق المبدع ومن حق الفنان ومن حق الانسان الذي عاش مخلصا لقضيته ومؤمنا بثقافه هذا البلد ويدافع عنها ان ينال التكريم والتقدير في حياته. وده اللي بيخليني الحقيقه بشكر الصديق العزيز الاستاذ امير اباظه وكل زملائه والاصدقاء ان اتاحوا لنا هذه الفرصه لكي نكرم الاستاذ الجليل احمد محمد. انا مش طارق الشناوي، مش متخصص في طب السينما، مش بدرس السينما. انا علاقتي بالسينما علاقه مواطن متلقي ومتفرج في المقام الاول. صحيح كتبت بعض الاشياء لكن انا بظل في اطار الروايه والتعبير مواطن شاف عمل ويدوبني راي او دراية. لكن الحقيقه منذ يعني طلعنا في هذه الحياة باستمرار بنشوف الأستاذ أحمد الحضري عنده دقة شديد جدا جدا، عنده إخلاص دائم في التأليف والسينما، وده مجال في هذا البلد بالمعنى المصري البسيط ما بياكلش عيش ما بيعملش مجهود، لكنه بيعمل قيمة. والأستاذ أحمد في هذا المعنى هو زي ما الكتاب بيقول هو الأب المؤسس للثقافة السينمائية. أنا منذ قليل كنت مع وفد فرنسي لما نشوف هم مهتمين بفنوننا وفنانينا وبنحتفل بيهم، لابد إن احنا نزعل من نفسنا قوي إن احنا ما نهتمش برموز الأحياء بيننا وبالمبدعين الكبار وبالكتاب والنقاد المؤثرين. بحضورك وبتشجيعكم ومبادرتكم في تكريم هذا الرجل الذي يستحق التكريم في ليلة أطلقنا عليها ليلة الحب. والحب الذي زرعه هذا الرجل والذي غسه والذي رعاه ونمى معه هو الذي يجمعنا اليوم. ما شاهدته وما قرأته في هذه الدراسات التي كتبها زملاء وأساتذة وتلاميذ له كلهم رموز مهمة في الثقافة السينمائية في مصر يستحق الشكر ويستحق التقدير أيضا. يعني عندما خطبت الهيئات الموجوده معنا وساذكرهم بالاسم الان لكي يكونوا معنا لم يتردد اي احد منهم في الحضور وفي المشاركه في هذا التكريم. شكرا لكم جميعا، واتمنى ان نلتقي دوما في حب السينما وفي حب الثقافه السينمائيه. شكرا لكم.